أكيد إنه في يوم من الأيام اتعرضت لضغط نفسي وركبك الهم والدين، وهذا اللي حال اللي أنت بتمر فيه مر في أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ هذا الصحابي وصفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للتخلص من الهم ومن الدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل على المسجد في يوم من الأيام، فكان في رجل جالس في المسجد عند المنبر، فاقترب منه الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا به أبو أمامة الأنصاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجلسك يا أبا أمامة على غير وقت صلاة؟ يعني إيش اللي أجلسك في المسجد في الوقت اللي ما في وقت صلاة؟ فقال له: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. يعني لسان حال هذا الأنصاري مثل لسان حالك وحالي في بعض الظروف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله همك وقضى الله عنك دينك. فقال: نعم يا رسول الله. فقال: إذا أصبحت أو أمسيت قل: إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فقال أبو أمامة: ما قلتها في الصباح ولم يأتي المساء إلا وقضى الله ديني وأذهب الله همي. تصرف مع هذه الوصفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ثقة، لأنها وصفة أوحيت إليه من الله سبحانه وتعالى. أنت ما تأخذ وصفة من طبيب بتنفذها بكل ثقة إنه هذا الطبيب صاحب علم، فما بالك بوصفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحيت إليه من الله سبحانه وتعالى.